في يوم السبت الموافق للسادس من شهر تشرين الأول لعام 1973 والمتزامن مع يوم العاشر من شهر رمضان، كان يوماً فاصلاً بين استعادة الحق المغتصب ومواجهة العدو الإسرائيلي. فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. شكلت حرب تشرين التحريرية رداً قوياً على نكسة حزيران لعام 1967، وأثبتت أن الإرادة العربية لم ولن تتحطم، وأن العدو الإسرائيلي ليس قوة يستحيل التغلب عليها. في تمام الساعة الثانية ظهراً عقب بدء الهجوم بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على العدو الإسرائيلي، أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي، وحققت القوات السورية والمصرية أهدافها، وكان هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك. تمكنت القوات السورية من الدخول إلى عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبرية. تدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتعويض خسائر الأطراف المتحاربة، فمدت الولايات المتحدة جسراً جوياً للكيان الإسرائيلي، في حين مد الاتحاد السوفيتي جسراً جوياً لكل من مصر وسوريا. على الجبهة السورية وسع العدو الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها وتمدد حوالي 500 كيلومتر مربع وراء حدود عام 1967 فيما عرف باسم جيب سعسع، وتلا ذلك حصول حرب الاستنزاف بين الجانبين السوري والعدو الإسرائيلي، استمرت 82 يوماً في العام التالي وانتهت باتفاقية فك الاشتباك بين سوريا والعدو الإسرائيلي، والتي نصت على انسحاب الكيان الإسرائيلي من الأراضي التي سيطرت عليها في حرب أكتوبر تشرين الأول ومن مدينة القنيطرة، بالإضافة لإقامة حزام أمني منزوع السلاح على طول خط الحدود الفاصل بين الجانب السوري والأراضي التي كان يحتلها الاحتلال. حرب تشرين التحريرية لم تكن مجرد معركة عسكرية لتحرير الأرض، بقدر ما كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ الأمة العربية، حقق فيها الجيشان السوري والمصري الأهداف الاستراتيجية المرجوة من وراء المباغتة العسكرية للعدو الإسرائيلي. جيش ملحمي عقائدي سطر هكذا بطولات عبر التاريخ، هو ما هو جيشنا عليه اليوم في حربه مع الإرهاب، فهو الجيش الذي رفع شعار الوطن والشرف والإخلاص.